إذن مشاهدينا، حلقتنا لهالليلة مثل ما سبق وذكرنا مواضيع متنوعة، ومن المواضيع اللي طلبتوها أنه نطرحها بهالبرنامج مشكلة بتواجه معظم تلاميذ المدارس في مصر، وهي مشكلة ازدحام الفصول. هل من الممكن إيجاد حل؟ هيدا اللي رح نعرفه مباشرة بعد هذا التقرير. أي نعم، الفصل فيه 84 تلميذ والعيال بيجوا مفرغدين من المدرسة ودروخين وشهم أصفر بالكتمة والهواء الفاسد اللي موجود في الفصل، لكن الحمد لله. احنا كتير، واحنا دي بتضم جواها الكبار والصغيرين، فاذا كنا احنا نستحمل الزحمه في حياتنا، هل هم يقدروا يستحملوا الزحمه في الفصول؟ طب يكون في ولاد كتير في الفصل، فانا كان بيبيس ما يكونش سبعي كويس، وهم كتير كده يقعدوا يتكلموا بيبيس بيساعدنا تشيل علينا كتير، تزعلوا وعلينا هم بيسكتوا. لما بيكون كثافه الفصل كتيره ده طبعا بيرهقني في الشغل جدا، في طريقه الشرح لما بشرح لهم، في اطفال بتتكلم بحاول اسكتهم، لما مثلا الف ظهري بيكون مثلا في حبه بيتكلموا او كده، لما بلف عليهم في الفصل بشوف مين كتب مين ما كتبش كده، يعني اللي ما كتبش بعلمه برضو. زي ما انتوا شفتوا كده ما بيكون الكثافة كبيرة، بحاول طبعا اعلي صوتي شوية عشان خاطر يسكتوا، عشان في اطفال بتقعد ترغي مش ركزين معايا، بحاول ان انا ايه يعني اسيطر على الفصل ان انا بالطريقة دي. بالنسبة للتوجيه المالي والإداري في أي إدارة تعليمية بيكون عنده مستند بيوضح عدد الطلاب في المرحلة الابتدائية في كل فصل من الفصول قد إيه، عدد الطلاب في المرحلة الإعدادية كل فصل ميزانيته قد إيه، وده بيبقى موجود في النشرة الأساسية بتاعت المدرسة، بينزل لنا متابعة وبتتأكد من أعداد الطلاب مطابقة للأعداد اللي موجودة في أصل الكشوفات الأساسية. هو عدد طلب الفصول كتير لأن ممكن يكون بالنسبة لأعداد المدارس إلى حد ما، بس في اتجاه دلوقتي لفتح مدارس جديدة تستوعب الأعداد اللي موجودة وتستوعب كل طلبات أولياء الأمور. ما أقدرش أن أنا أقبل أي طلبة زيادة عن الكثافة داخل الفصول، لأن دي ممكن أنا أتحاسب عليها. ولو الأستاذ يعني يجهل تماما ما معنى إدارة الفصل صحيح، يبقى بالتالي هيقابلوا عقبات كتير، الأولاد مش هتستوعب الدرس كويس، الأولاد ممكن إن هم يعملوا دوشة وينصرفوا عنه مع عدم الاهتمام بالمعلم، كذلك إن ممكن تبص تلاقي الولد ما كتبش واجباته ما عملش حاجاته، كل ده كله مرتبط بإدارة الفصل. المشكلة عندنا في المعلم. هل فعلا المشكلة عندنا في طريقة إدارة المدرسين للفصول، ولا زحمة الأطفال دي ملهاش حل؟